تعالوا نشوف ياسمين عبد العزيز بتعمل ايه على السوشيال ميديا وايه اكتر الابلكيشنز اللي هي متفاعله عليها. هنبدا من الانستجرام لانها نشيطه عليه جدا، وبيتابع ياسمين عبد العزيز 15 مليون و100 الف متابع، وهي بتتابع حوالي 37 اكونت بس، منهم نجوم من الوسط الفني زي الفنانه هند صبري وسوسن بدر وايمان السيد وغيرهم من النجوم. طبعا احنا ملاحظين واكيد انتوا كمان ان ياسمين عبد العزيز الفتره دي نشيطه جدا على السوشيال ميديا بعد غياب طويل بسبب مرضها. تعالوا نشوف تفاصيل صور الانستجرام عند ياسمين عبد العزيز. لحد دلوقتي نشرت حوالي 776 صوره وفيديو، الصور كلها عباره عن بوسترز لاعمالها ومشاهد مسلسلاتها وافلامها وكمان فوتو سيشنز ليها واطلالات متنوعه ومتميزه. ولكننا لاحظنا كمان انها بتحب جدا انها تتصور ساعات سيلفي، فلقينا انها نشرت حوالي 20 سيلفي ليها على الاكونت بتاعها. اما الفيديو ده اللي اثار الجدل على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، والناس افتكروا انها عملت عمليه تجميل ولكن كان ده فلتر، وهي كانت بتهزر، وحقق الفيديو ده حوالي 1,900,000 فيو. تبديل مصري ثالث بعد دخول تريزيجيه مكان السوليه، وايضا في التشوط الثاني ودخول ياسمين عبد العزيز امتعتنا في اخر اعمالها في دور غزل في مسلسل اللي ملوش كبير، ولقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره وفيديو متتاليين عن المسلسل ومشاهد ليها فيه. من المعروف عن ياسمين عبد العزيز بعلاقتها الطيبه بنجوم الوسط الفني، خصوصا اصدقائها القريبين احمد السقا، منى زكي واحمد حلمي، فهي نشرت حوالي 20 صوره بتجمعها بيهم. طبعا اكبر عدد صور موجوده على اكونت ياسمين عبد العزيز بتجمعها مع جوزها الفنان احمد العوضي، فتقريبا نشرت اكتر من 50 صوره وفيديو ليهم في اماكن ومناسبات مختلفه، ودايما الفيديوز دي بتكون طبعا ترند. اخر صور ياسمين عبد العزيز نشرتها مع العوضي كان في عيد ميلادها اللي كانت بتحتفل بيه من فتره قريبه، والعوضي قرر يعمل لها مفاجاه وعمل لها اغنيه وغناها عمر كمال. الفيديو ده تصدر الترند على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني على طول. قطة ياسمين عبد العزيز من الصور اللي لقيناها على الاكونت اللي كان الناس كلهم مستغربين من شكلها فيه، وكانت ترند الفتره اللي فاتت، ولكن ياسمين عبد العزيز بتحبها جدا ودايما بتنشر لها صور كتير، يمكن اكتر من 20 صوره موجوده على الاكونت بتاعها عن القطه بتاعتها. لقينا كمان انها بتعتز جدا بفتره طفولتها، يمكن نشرت حوالي 20 صوره ليها في مراحل مختلفه وكمان فتره بداياتها مع الاعلانات، فلقينا انها منزله فيديوهات كتير عن اعلانات زمان اللي كلنا كنا بنحب نتفرج عليها.